الجميل احمد حلمي، الحمد لله على سلامتك. طبعا انتوا عارفين ان احمد حلمي كان تعبان شويه الفتره اللي فاتت، وكان عنده ورم وسافر امريكا واستأصل الورم، لكنه الحمد لله خلاص رجع مصر بالسلامه. طبعا الحمد لله على سلامته. تعالوا نطمن عليه من نجومنا ونشوف نجومنا حابين يقولوا ايه لاحمد حلمي. نجم الكوميديا وانت حبيبنا، والف بعد الشر عليك، وربنا يقومك بالسلامه ويخليك لابنك وبنتك ومراتك. معلش يا نجم، دايما كده ربنا بيحب يمتحن البني ادم، بيمتحنه في حاجات كده وبيخرجه منها بسرعه. الف سلامه عليك وعلى منى، ومبروك على السليم، ربنا يخليه لك. احمد الحمد لله على السلامه، نورت بلدك، رجعت في حضننا تاني، ربنا يحفظك ويديلك الصحه وما يحرمناش ابدا ابدا منك، وانت قوي وقدها وقدود، وهنشوفك تاني ملعلط على السينما المصرية ان شاء الله. انا واحد من معجبين احمد حلمي، كلنا كل الوطن العربي المعجبين، وانا يعني كلمتهم وطمنت عليهم، انا مطمنة عليهم من منى، وهي ان شاء الله ازمة ثقيلة وهتعدي باذن الله على خير. ابن بلدي احمد حلمي قبل ما يكون فنان هو ابن بلدي، ابن بلدياتك. بلدياتي وحبيبي، والحمد لله على السلامه يا احمد. ومصر كلها كانت قلقه جدا عليك، ومصر كلها الحمد لله اطمنت عليك برجوعك، والف الحمد لله على سلامتك، ومستنيين ابداعاتك، ومستنيين تمتع جمهورك مره اخرى باطلاله جديده باذن الله. راجع علينا بالف سلامه ان شاء الله، و مفيش حاجه ابدا يعني اكتر من ان الصحه لما تتهز الواحد بيتهز معاها، فانا كلنا بقلبنا وبعقلنا وبكل وجداننا بنتمنى له يعني ان شاء الله ان هو يكون يرجع في صحه بومب زي الاول، ونشتغل مع بعض تاني. الحمد لله على السلامه يا احمد، الحمد لله على السلامه يا منى، وان شاء الله يبقى سليم وش الخير عليكم. احنا انا واحده من الجمهور ومن زمايلكم اللي بعشقكم جدا جدا، وبتمنى كل حاجه حلوه ليكم وان شاء الله هتحصل. احمد حلمي رجع امبارح مصر بعد ما استأصل ورم كان موجود في كتفه من ورا في ظهره، يعني هو كويس قوي الحمد لله دلوقتي، ما دخلش غرفه انعاش زي ما اتقال، الورم ما انتشرش الحمد لله، يا رب ما ينتشر زي ما اتقال، صحته كويسه وبيسترد نفسه، يعني كل فتره المفروض بيعمل علاج وقائي علشان يعني ان شاء الله ما يبقاش في اي خطر قدامه، وان شاء الله مش هيبقى. احمد وحشتنا والحمد لله على سلامتك، وعيد ميلاده كمان الشهر ده النهارده. يعني احمد حلمي ومنى زكي عيد ميلادهم النهارده، في كل سنه وهم طيبين. كل سنه وانتم طيبين، وعايزين نشوفكم في عمل قريب بقى انت واحمد ومنى. وانا كمان وحشوني جدا ان شاء الله. يلا احمد شد حيلك، يلا عايزين نشوفك في عمل قريب باذن الله ان شاء الله. اقول له ان هو قال كلمه جميله قوي، مش عارفه هو اللي قالها ولا بتتقال عن لسانه، ان هو اتولد وابنه سليم اتولد، دي كتبها، اتولدوا مع بعضيهم، فمبروك يا احمد حياتك الجديده، ربنا يخليه طبعا لمنى وليلي ولسليم، ويخليه لاولاده ويخليه لمراته، واهم حاجه يخليه لنفسه، لان هو لو ما نفعش نفسه مش عارف ينفع حد، لو هو مش بصحته مش عارف ينفع حد، بالعكس هيتعب اللي حواليه. فانا بقوله مبروك عليك السلامه والصحه، ومبروك عليك حياتك الجديده يا احمد، وربنا يديك الصحه، وانت هتبقى معمر، هتقعد لغايه ما تموتنا كلنا، وبكره فكرك. خليكم معانا، هنطلع لبريك اعلاني ونرجع تاني وبرنامج جاي.